معلومات أكثر حول ذلك نتعرف عليها مع ضيفتنا الأستاذة في علم النفس سعاد قنديل. أهلا بك يا صباح الخيرات. يا أهلا وسهلا. أهلين، صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين وشكرا على الاستضافة. وصحة وسعادة. وأنت طيبة يا رب. إيش هي جودة الحياة ومفهوم جودة الحياة وكيف ممكن أطبقه في حياتي؟ أولا أنا سعيدة جدا أنه بنتكلم أخيرا عن جودة الحياة، أنه في برنامج الآن يعني خصصته رؤية 2030، إنه في الرؤية إنه المواطن السعودي هو الأولوية الأولى. جودة الحياة هي مفهوم نسبي ما ينطبق على شخصين، يعني له بعدين، بعد ذاتي اللي هو الأشياء اللي أنا أقدر أقيسها، عمرك، سنك، وزنك، أشياء تانية، ولو بعد موضوعي اللي هو أنا قد إيش مدركة، قد إيش مدركة حقوقي أو مستبصرة إنه أنا عندي حتى مشكلة، أو مدركة إنه أقدر أحسن حياتي. البعد الثالث اللي هو البعد الروحي، في كثير من العلماء ما حابين يضيفوه، بس هو فعلا بعد جدا مهم. يعني أحيانا أنت تكوني يعني جيعانة مرة مثلا في رمضان، لكن البعد الروحي إنك أنت سعيدة بالصيام بيعطيك إحساس بجودة إنه الله أكرمك إنك تصومي. جميل. جيد. طيب، يعني هذه الأبعاد أكيد أنها تحتاج إلى العديد من المهارات الفكرية وأيضا النفسية. كيف أكتسب هذه المهارات التي ستوصلني إلى جودة الحياة النفسية؟ والله أنا يعني لخصت المهارات واكتشفت إنه هي موجودة في الصلاة. سبحان الله، الإنسان لازم يكون عنده أول حاجة قدرة على التواصل. إذا ما عندك تواصل سليم، جودة حياتك حتكون رديئة في أي مكان ومع أي أحد. الالتزام، القدرة على تقديم التنازلات، الثبات في وقت الكوارث، الشعور بالامتنان. سبحان الله، إحساس الإنسان بالحمد دائما يرفع من جودة حياته. جميل. ربنا قال من سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. وبعدين التواضع، واحدة من الأشياء اللي جدا مهمة في جودة الحياة إنه يكون عندك حاجة يسموها رأس المال الاجتماعي، إنه يكون عندك فريق، أسرة، أصدقاء. هذه من الأشياء اللي سبحان الله برضو بنلاقي إنه الإسلام دائما بيحفز عليها، سواء في صلاة الجماعة، سواء في التجمع في الأعياد، سواء في صلة الرحم. فهي في الأخير منظومة حقيقة، ما في شيء اسمه يعني الوقت متأخر إني أغير جودة حياتي. لا، في أنماط من التفكير بتعكر جودة حياة الإنسان. فإذا الإنسان انتبه أو قرر إنه هو يروح للايف كوتش أو مدرب حياة، نعم، يقدر يحسن من جودة حياته. جيد. يعني أكيد أنها معلومات مهمة جدا. شكرا جزيلا لك على هذا الحضور وأيضا هذا الحديث، الأستاذة في علم النفس سعاد قنديل. شكرا للاستضافة. يعطيك العافية.